وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، يعني ضعنا في تفاصيل الجلسة الختامية لاجتماعات البنك الأفريقي اليوم وأبرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل القاعة الرئيسية، حيث البيان الختامي للاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي. وكما نرى الآن من خلف السيد الدكتور أكينومي أديسينا يلقي البيان الختامي الخاص بهذه الفعاليات والجلسات الختامية لهذا الاجتماع السنوي. وعلى مدار اليوم كان هناك عدد من الجلسات، كانت البداية في جلسة تخص الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام والتنمية المستدامة في إفريقيا، ثم تلاها الجلسة الثالثة لمجالس المحافظين واعتماد المحاضر، وأيضا قراءة وتلاوة البيان الختامي الخاص بالفعاليات على مدار 5 أيام هي عمر الفعاليات والجلسات الخاصة بهذا الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي و49 لمجلس المحافظين سواء من الدول الإقليمية أو غير الإقليمية. 5 أيام شهدت الكثير من الفعاليات وأيضا الجلسات والموائد المستديرة. وإذا تحدثنا عن اليوم الأول بانطلاق عدد من الورش والمؤتمرات الصحفية، وتحديدا المؤتمر الصحفي الذي ألقى من خلاله السيد أكينومي أديسينا العديد من النقاط الخاصة بالموائد المستديرة والفعاليات والسوق الخاص بهذا الاجتماع السنوي، ثم تلاها في اليوم الآخر اليوم الافتتاحي والجلسة الافتتاحية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه الجلسة التي عبرت وترجمت بشكل كبير جدا عنوان هذا الاجتماع السنوي تحت شعار كبير، وهو حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر. والجميع هنا تحدث من خلال الكثير من الموائد وأيضا الجلسات حول الاقتصاد الأخضر وكيفية الذهاب إلى هذه العمليات والورش، وأيضا المشروعات التي تخدم العنوان الكبير هو حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا تحديدا. وتلا هذه الفعاليات في اليوم الثالث والرابع حتى اليوم الخامس عدد من الموائد المستديرة وأيضا الجلسات، وكان لنصيب مصر من المشاركة والتنظيم في أكثر من جلسة. تحدثنا عن دور التكنولوجيا المالية في النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وأيضا كان هناك دور مهم جدا خاص بتسخير رأس المال الطبيعي من أجل النمو الأخضر. وأيضا هناك جلسة مهمة جدا قامت بتنظيمها والمشاركة فيها مصر بدور كبير، وتناولت هذه الجلسة العديد من النقاط الخاصة بكيفية النمو الأخضر والمشروعات الخضراء الخاصة بالاقتصاد الأخضر. ومن خلال هذه الجلسات طرحت مصر الكثير من الرؤى، وأيضا كان هناك فيلم تسجيلي في أكثر من جلسة واجتماع تناول أبرز التحديات. والجميع هنا أكد أن التحديات واحدة على مستوى العالم سواء بالتغير المناخي أو ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر. وأيضا الكثير من حضروا، نتحدث عن 4000 من الحاضرين إلى هذا الاجتماع السنوي سواء من المحافظين والقادة والزعماء وأيضا الكثير من الأكاديميين وأيضا برامي. هل لك أن تضعنا في أبرز ملامح البيان الختامي؟ رامي، يعني كنت أسألك هل لك أن تضعنا في أبرز ملامح البيان الختامي لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية؟ لم أسمعك محمد، من الممكن إعادة التساؤل؟ يعني أعيد مرة أخرى، هل لك أن تضعنا في أبرز ملامح البيان الختامي لهذه الاجتماعات الهامة؟ والمتحدثين من خلفي أعلى قليلا، فربما مع إعادة التساؤل أسمعك جيدا محمد. طيب بالتأكيد هنعود إليك مرة أخرى. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ، أشكرك جزيل الشكر.